المؤتمر الشعبي العام، تنظيم الوسطية والاعتدال، تنظيم الوطن، تنظيم التنمية، تنظيم الحوار، تنظيم البناء. عمر المؤتمر الشعبي العام ما كان منتغم، عمر المؤتمر الشعبي العام ما كان ضيق الأفق. المؤتمر الشعبي يتسع للجميع، ومن ميزتنا ان احنا حزب واضح. لا تقول لدينا سياسات سرية، خذ اجتماعاتنا مفتوحة، ما عندنا شيء نتآمر عليه، نحن كل ما يهمنا الوطن اولا لدى المؤتمر الشعبي العام. ونؤكد لكم ان المؤتمر الشعبي العام سيظل في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن، وحدته وأمنه واستقراره.